مساء الفل على الجميع. ايه الاخبار؟ معلومة النهاردة معلومة لطيفة كده ان شاء الله تستفيدوا منها. هل يا ترى الكارديو علشان يبقى فعال ومهم وبيقلل نسبة الفاتس في الجسم يبقى قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ افضل وقت للكارديو يكون بعد التمرين، وذلك للاتي: انت الفترة اللي بتتمرن فيها بتحرق الجلايكوجين ونسبة الطاقة اللي في جسمك اللي من الاكل والطاقة المخزنة بشكل طبيعي. بعد التمرين بيبتدي جسمك يحرق من الفاتس، بمعنى لو انا طلعت كارديو في بداية التمرين اول 20 دقيقة او اول 25 دقيقة من التمرين جسمي ما بيحرقش فاتس، بيحرق جلايكوجين وبيحرق اي تي بي واي دي بي ونسبه التحويل الطاقه العاديه اللي الناس البروفيشنال عارفينها يعني، وبعد كده يبتدي يحرق فاتس. فانا استغل ال 25 دقيقه دول في التمرين البيلد ماسلز وابتدي اشتغل على جسمي كويس، وبعديهم اللي هي اكون خلصت تمرينتي من اول دقيقه بعد التمرين جسمي بيحرق فاتس، فافيد وقت لعمل الكارديو بعد التمرين. وشكرا واشوفكم على خير.